بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اروح يم التمثال يعني اتعلم وانقهر، اقول ليش انا يعني سقطت هذا الصنم؟ اعيد الصنم احتمال يعني اصنعه واعيده لو مخوفا ذول يفوتون. ارجع يعني اكثر من عائلتي يعني اكثر من 14 15 شخص معدوم. كنت فرحان بشكل يعني دخلوا الامريكان وخلصونا من نظام صدام البائي. سمعت بان الامريكان دخلوا ضواحي بغداد، ففرحت واخذت المطرقه هو الهمر شاكوش وطلعت بسياره بديت اضرب بالصنم لان امنيتي هي اصف الصنم. قبل ما انسقط صعد احد الجنود من شرق اسيا خلى العلم الامريكي على وجه التمثال، فانا ما قبلت حطيت علم عراقي. حقيقه سنه عن سنه للاسوء، وبعدين كشفنا ذول الحراميه والاحزاب والقتل والنهي والسلي. قتل صدام بس يعني ما شفنا من مثل هاي الحكومه. راح صدام وجانا الف صدام. احس كانما احنا العراق مخذ عندنا وبغداد يعني بصوره عامه هم كانوا يدعون بها سقوط بغداد، فهاي الكلمه يعني تاثر من الهواي. لا شك كذابين، اي كذابين لانه هم دمروا العراق ذول الاثنين بلير وبوش. هم رجعونا للصفر، يمكن اقول لك رجعنا للقرون الوسطى واكثر. انا لو مجرم يعني اقتلهم بدايه.